طقوم العيد صاير عنا الوضع صعب كثير يعني والاسعار غاليه كثير وما في عنا مردود مادي يكفينا. يعني عندي انا 6 اطفال كل طفل بده 25 او 30 الف وما معي يعني انا زلمه اشتغل ب 5000 ليره بالجمعه فمنين بدي اجيب لهم؟ ما لي غدر اقدم لهم هذا الشيء. استعداداتنا والله لقدوم العيد يعني هو العيد بهجه لنا وللناس كلياتها بس الاستعدادات عم تجي يعني في غصه بالقلب. معي شغاله اللي عنده 4 اولاد 5 اولاد معيش ما عم يقدر يأمنها. جاي قدوم العيد وفي لباس ومصروف عيد وكذا نحن ما في هالماده حتى نعطي اكل وشرب ما عم نأمنها باليوم. هلا بالنسبه لقدوم العيد الحمد لله في فرحه بس لكن بالقلب وليس خارجيه بفضل رب العالمين يعني مو مثل ما العالم متوقعه الحمد لله بس في فرحه بين بعضنا بس كل واحد بتعرف انت فراقه بين اهله وناسه وبتعرف الوضع والترتيب. اما بالنسبه لموضوع الالبسه هون عندنا بالبلد بالغوطه الشرقيه تحديدا الغوطه الشرقيه ما فيها الكميه الهائله او هالالبسه مثل ما بيقولوا الموضه او الحديثه او الى اخره. عندنا شيء مثل ما بيقولوا عم نفرح الاطفال فيه اما ما عندنا هالكميه الهائله وقد ما كان ثمنها لو سعر الكنزه هي اليوم سعر كنزه مثل هاي 4500 ليره سوري بس ما عندنا لو حقها 1000 ليره العالم ما حتشتري. الحمد لله في اخبار بس يعني الاسعار الله وكيلك غالي يعني الواحد ما عم يحسن يكتسب مثل ما بده يعني الاسعار كثير كاويه الحمد لله يعني الرجال يا هباله والنسوان يا لطيف يعني انسان اذا بدك 4 5 اولاد بده 100000